من السعدون، مدرسة دجلة الابتدائية. شلون الوضع؟ شنو الأخبار؟ والله الأخبار زينة الحمد لله، وعندي بنية أيضاً، ولو مو هذا موضوعنا، بس أنا عندي بنية مالي 89 معوقة، تعوقت بالحرب بال 91، عمرها سنتين، لا تحكي ولا تسمع. أي وداومت بمعهد الأمل، وداومت بمعهد الود، تخرجت وكملت، وذاك تسمع صوتك قاعدة بالبيت. أنا عيل 4-5 نفرات، متقاعد راتبي 600 ألف دينار. زين، ايجار، مي، كهرباء، واضافه للمصاريف الاخرى. الله يعينك. زين، واني هذه راجعت، يعني دائره الرعايه الاجتماعيه، ذوي الاحتياجات الخاصه، راجع هذه البنيه اللي هي خريجه معهد الامل، احنا نطالب انه تكمل تعليمها، هم لحد الثامن، اللي عاد الثالث متوسط، وبطلوها قعدوها. يا اخي العزيز، بالحاسبه تشتغل فتشي، يعني على الحاسبه الانسان يسوي ما يقدر يشتغل اللي تشتغله، اذا فوتوشوب، واذا امكانيه رسامه وفنانه، يعني جدا. رحنا رحت لدائره الرعايه الاجتماعيه، ورحت على دكتور اصغر الموسوي، رحت على دكتوره عبير بالاحتياجات الخاصه، خلي تليفونك هنا وخلي معاملتك ذاك يوم وهذا يوم، قالوا احنا نتصل بيك، ما حد اتصل بي. زين، وهذه يعني احنا اللي نطالب بيه بحقوق هذه البنيه، انا ما دايم لها بصراحه، يعني البنيه ما دايم لها. اللي نطالب بيه حق من ابسط حقوق هذه، برا ماكو اي زين، هذا من ابسط حقوقها. اما روح وتعال وخلي فايلك هنا، حتى البنات عوقت. انا قاعد هناك بالسعدون، شيختي ما بيها شباك، تقول لي اختنقت بابا، ارد اطلع، ارد اروح، ارد اجي. الله يعينك. الله يعينك. فعلا يعني مشاكلنا هذه اصبحت كلها مشتركه، هي ازمات التعيين وازمات السكن وما غيره، يعني للاسف. والحكي اصبح مكرر، ولكن شو تسوي يعني؟ استاذ علي، يعني المحاضره ما كان نلعب، وتدري بنيه ومتطلباتها، خط، مصاريفها، لبسها، متطلبات البنيه اللي شو اسمه، وتداوم بالمدرسه، يعني انا دخلي يمكن علي بال 200 300 الف دينار، اي دخلي عليها على اسمه. فننتظر، رحمه الله، وننتظر هاي الناس اللي ابسط حق من حقوقهم هذه التعيين، راتب هذا المفروض برا. انا يعني عندي اخويا برا عنده طفل هم معوق هناك، يعني اهله يعيشون من وراء اسمه الحقوق اللي يطوها لهذا الطفل، المعيل وإله وراتبه، هنا ماكو. شكرا جزيلا، الله يعينك. شكرا جزيلا استاذ، حياكم الله. شكرا، حياك الله. صباح الخير. وعليكم السلام، حياكم الله. شو صحتك؟ الله يسلمك. طيب خاطرك، الله يسلمك. الله، يعني المعامل، وانا شايفك المعامل، وجيت الظاهرات مال المعامل. ليش انا شفتك اصلا؟ حول ايش؟ وضع عاد، شنو الاخبار؟ شو وضع سياسي؟ وضع انت شنو اخبارك؟ يا سي صحي عام، شنو اخبارك؟ والله الحمد لله، ما اذا عام يعني اشوف الامور بشكل طبيعي ماشيه، ونسال الله التوفيق تبارك وتعالى انه يسهل على الناس، على دولتنا وعلى ناسنا وعلى قيادتنا وعلى مجتمعنا. والله ان شاء الله نتفائل، لانه احنا مو من حقنا انه نسبق الاحداث وننتقد او نقيم مسبقا، مو منطقي انه انا اقيم مسبقا. لا، قراءاتك يعني انت تشوف المرشحين للوزراء الجدد. طبعا احنا نقرا عن انه الاختيار احيانا فلان متخصص يضع في غير تخصصه، هذا نسمعه، لكن في كل الاحوال ما نسبق الاحداث ونقول يابا لا، هذا مو احنا ننتظر رجل عادل عبد المهدي ان شاء الله عنده من الوطنيه. وهو كثير من الناس، العراق لا يخلو من الوطنيين ومن الاشراف، نعم اكو سيئين، ولكن في كل الاحوال لابد نعطي فرصه حتى يكون تقييمنا صحيح. اما نسبه نقيم مسبقا قبل هذا يكون مو منطقي. اختصاصك استاذ؟ انا تربوي. تربوي؟ اي. ممتاز. شنو عندكم اليوم هنا؟ والله انا عندي هنا مديريه مراجعه خاصه تخص عملي، يعني الله يوفقك، والله يسهل عليك يا رب. حياكم الله، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الله يسلمك. الله حياكم الله، حياكم الله. شكرا. تعايمه تعايمه، شنو عندك؟ ما طلع صوتي صورتك، تعي تعي، لا طلع صورته. الله يساعدك. انا عندي اثنين مرضى. شنو مرضهم؟ البنيه شابه، تختنق تموت تروح المستشفى، عجزت منها. الاخصائي ما عندي يعني امكانيه، اني عندي اثنين خريجات وقعدات بالبيت، وهسه جيت على مود المحاضرين هاي اسبوعين، انا مشروع قلبه على التوقيع. المحاضرين شو كلها تعاني؟ ما جاي، ما هي خريجه وقاعده، بس شنو؟ التوقيع مع المحاضرين وكل شيء ببلاش، هم ببلاش ونتوسل بيهم. اي، وانا اريد يعني اريد بس المريض الطيب، كل شيء ما اريد، حالتي تعبانه. لا، اريد مثلا
مبلغ اوديها اراجع بهم. لا ليش مبلغ؟ احنا خلينا نوديها للمستشفى. اي مليت عن مدينه الطب الكندي ما شيخ زايد. اي فتعبت ما حد شخص مرضها وهي بنيه شابه. استاذ معمر اخذ رقمها وتواصل وياها. حبيبي شنو عندك مراجعه؟ استاذ علي انا عندي سحبت وثيقه من المدرسه، عندي بس الاسم الجد الثالث وجايب له عندي واقع حال ومصدقه يعني من وزاره من المدير. يقول لي الا تجيب الجد الرابع تروح ترجع للمدرسه. يعني لازم ارجع للمدرسه يكتب لي الجد الرابع. تقدر ترجع للمدرسه؟ استاذ انا مسائي وبنفس الوقت يعني عندنا اشغال بالنسبه لوزاره التربيه انا هنا من 7:30 بالتسعه يلا فتحوا الشباك. هي هاي المعاناة اللي أنا جاي أحكي عليها على الخربطة الموجودة بالمدرسة. يعني بتعرف هو هم حقه يعني يقول لك حتى لضمان التدقيق ولحضرتك. يعني من الإعدادية جايب وثيقة. أنت هذا كله شو تسوي بإلمك؟ أريد أمتحن خارجي مهني سادس. بس هذا الشيء، بس مجرد يصدق لي الوثيقة. اي يقول لي لا انت ترجع للمدرسه للمدير يا اما يسقط لك عندك هاي الوثيقه يا اما يكتب لك هو جد الرابع. انا اقدر هسه باي قلم سوفت اسود اسوي له جد الرابع واطب له هم راح يصير عليه تزوير. لا ليش واحد يمشي على قولتك بالنظام وحتى يخلص نفسه؟ وين من يا منطقه؟ بغداد جديده. والله الحمد لله الحمد لله عايشين. سائق تاكسي حاليا. ايش تسوي وياي؟ صارت اسرع شيء واحد لا الحمد لله هاي. يعني هو عنده شهاده والمهندسين قاعد يشتغلون تاكسي. اكيد اي. هلا حبيبي. مشكور بالتوفيق. وسيم صوره فيديو. بدايه السلام عليكم ورحمه الله. وياك الاعلامي عقيل كريم العقيلي صحيفه الاخبار نيوز العراقيه. استاذ علي طبعا انا من وين ابدي لك؟ يعني من اي مشكله من مشاكلنا بالعراق. بس اريد احدد كلامي حاليا اوجهه مباشره الى دوله السيد رئيس الوزراء المنتخب الجديد الدكتور عادل عبد المهدي واحنا متاملين بخير ان شاء الله. انا اعرف انه هذا الرجل حذق وذكي وان شاء الله يسمعني. راح انطيه كم كلمه مهمه جدا وراح تخدمه على كثير مستويات. خلي يركز على موضوع، خلي يترك الامور الجانبيه اللي ما تصب بمصلحه الفقير، لانه الفقير هو شريان البلد وشريان العمليه السياسيه وشريان الحكومه والحياه كلها. الفقير لحد الآن ما استفاد ولا حصل أي شيء لا من زمن صدام ولا من الحكومات اللي بعد صدام ولا من قبل حتى صدام. فخلي يسويها فلتة الدكتور عادل عبد المهدي ويركز على فد مجموعة قرارات. خل أنطي قرارين منهن. الأول مخلفات عديلة حمود، الدكتورة عديلة حمود وزيرة الصحة السابقة جت ضربت مادة دستورية اللي هي مجانية الصحة. ليش احنا بالعراق، خلي ينتبه على هاي النقطة الدكتور عبد المهدي، ليش احنا بالعراق لما يسن قانون يمس مصلحة المواطن، ليش لما هو القانون مؤقت، انت الكل يعرف انه موضوع الرسوم صار لانه النفط هبط والميزانية شوية ضعفت، زين هسه النفط رجع وتمام اموره. ليش يعني ما ترجع الصحة مجانية؟ انت تعرف نظام الصحة حاليا الانسان يموت بمستشفيات العراق؟ زين أنا ممكن عندي 5000 ولا 3000، أنا قبل فترة رحت أسوي ضرسي ذبيت 17000 بالمستشفى أكملها 3000 أروح لدكتور خاص. وزارة الصحة والدكتور وزير الصحة أيضا خلي يشاهدني، يا أخي قننوا الأسعار، أسعار الأطباء يعني صايرة محلات قصابة وليست عيادات. هاي نمبر 1. نمبر 2 اللي هو قانون رسوم الصحة، ما عندنا مادة دستورية تقول الصحة والتعليم وباقي الخدمات بفلوس. ليش الدكتور عادل عبد المهدي انت شمتان ايش منتظر؟ يا اخي شيل هاي المخلفات مال الدكتور حكومه العبادي، ما نقول حكومه العبادي، نقول العجز اللي صار نتيجه هبوط اسعار النفط، هذا رقم 1. النقطه المهمه الثانيه الحصه التموينيه دكتور عادل عبد المهدي، اكو ناس ترى الالف هواي كلش عليها، يعني لا يقدر يشتري ماده غذائيه ولا يقدر يسوي رحاته بمستشفى حكومي. زين هذا شلون راح يحس بانتماء لهذا البلد؟ الحصة التموينية يا أخي ما أريد 20 و30 مادة مثل زمن صدام، رجع لي 15 مواد ما راح تأثر على ميزانية الدولة والحيتان قد ما راح تخدم الفقير، والفقير من راح ياكل خبزه ويشوف اكو تحسن بالواقع، صدقني يا دكتور عادل عبد المهدي هذا راح يكون مفتاح نجاحك وما راح تحتاج مهلة 100 يوم.
النقطة الثالثة على مود التعليم، بما أنه أنا رايح لموضوع الجامعات الأهلية، أنا رايح للتربية. أولاً الدور الثالث صار قصور بحقهم، لحد الآن ماكو خطية قبولات، هذا نمبر 1. نمبر 2 الجامعات الأهلية يا أخي انتشرت بكثافة وبأسعار باهظة، قننوها رجاء دكتور عادل. شكرا. شكرا، بارك الله بيك. شكرا. هلا عمو شلونك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله بخير، شكرك. الله يبارك بيك. والله الحمد لله، الحمد لله. وين كنت؟ لا انا عندي مشكله، انا موظف بوزاره الدفاع. زين، ورحنا نقلنا الى الموصل. زين، من صارت قضيه داعش طلعوا موظف مدني بوزاره الدفاع، وكنا قبل ضابط متقاعد. زين، من طلعنا، طلعنا من الموصل منك. زين، فانطونا اجازه مفتوحه بدون راتب لحين، على ان لا يعودوا لحين اشعارهم من الامانه العامه لمجلس الوزراء. زين، المحافظه نينوى الحمد لله والشكر رجعت، الموظفين اللي هناك بكافه الوزارات كلهم رجعوا، احنا موظفي وزاره الدفاع بقينا. زين، انا ضابط متقاعد، لا انتم رجعتوا طلعتوني تقاعد حتى اروح استلم راتب، ولا انتم رجعتوني للوظيفه. راجعت الوزاره عده مرات ما حصلت نتيجه. مكتب شكاوي المواطنين للامانه العامه لمجلس الوزراء ما حصلت نتيجه. وين ما اروح ما حصلت نتيجه. زين، يعني تاليها بعدين شلون؟ احنا مخلينا صار لي 5 سنين بدون راتب، وانا عندي عائله وعندي، واقدم منها واقدم منها واطلب من هذا دين من هذا. زين، اما طلعوني تقاعد حتى ارجع على راتبي او رجعوني لوظيفتي. بصراحة ننتظر اتصال من وزارة الدفاع وسيد لواء تحسين، ونتمنى الأخوة اللي أخذناهم ويانا لوزارة الدفاع شنو اللي صار عليهم؟ 260 واحد احنا. اي انتم 260؟ 260 واحد. أي. موظف مدني بالموصل، احنا ما لنا علاقة يعني بالجيش، احنا موظفين مدنيين ما مسؤولين عن حماية الهذا. نرجو التعاون، وبالتالي يعني لما يتصلون بينا نتمنى نشوف جواب، حتى هذا الجواب نوصله لجنابكم الكريم. وبارك الله بيكم، ونشكر قناة الشرقية. ألف شكر. نتواصل وياك. جزاكم الله كل خير. هلا حجي، شلونك؟ شلونك استاذ علي؟ شلونك بعد؟ مشكور يا ابو، بارك الله بيك، ما قصرت. استاذ علي حياك الله. انت من يا منطقة يمه؟ التأميم يعني يم المدائن. استاذ علي، عندي بنيه بصف الثاني، ثاني متوسط، شمالها القرار، وبعد معتازه درجه وحده 49. وانت تدرب الظروف، صاير لي من شهر العاشرة راجع اجي هنا للتربيه، يقولوا لي شغلتك يم المدرسه، اروح للمدرسه المديره ما تتجاوب وياي، تقول لي بابا هاي بعد درجتها طوحه 5 درجات، وبعد انا بعد كل شيء ما اقدر اسوي لها، ست راجع للتربيه يعني يصير لي حل. ذيك التربيه تقول له روحي، عندك فلوس روح ذبيها بالتربيه. شنو علاقه الفلوس؟ هو مو عندك فلوس، روحي كراوي، روحي تعب هذا، بس انت هاي هي تعيد السنه، والله وهسه البنيه مريضه وانا الظروف تعبانه، وانت تدري يعني بهالوقت احنا جاي نمر به. يعني هسه انا من الساعه بالستة طالعه، واستون الا وصلت، مثل ما طبيت طلعوني. شغلتك يقول مو يمي، شغلتك يم المديره، روحي بينك وبين المديره يعني على درجه استاذ علي، تعيد السنه وهي بنيه، وانت تدرب هاي الظروف وتدرب بضعنا، واحنا كنا تعبانين، وهاي المديره مال المدرسه مالتنا ما تتجاوب ويانا. يعني استاذ علي لاكو احترام للكبير ولاكو احترام حتى للطالب. يعني انا رحت تلقاني من الباب تقول عباك جايه استعطي من عندها، انا همي لحق، يعني انا من جيتش انا الي حق، محترق قلبي سنه كامله، هاي البنيه هم تعبتني ملازم وكتب، وانت تعرف بعد بالوضع، ماكو حاجه يعني اشرح لك بعد واسولف لك. وانا هسه الله يعينك. احنا هم لازم نتواصل ويا التربيه حتى يتصلون بالاخت المديره ويتابعون هاي الموضوع. خابر لك السيد الوكيل علي. الله يعزك ان شاء الله ويحفظكم الله ان شاء الله. الله حبيبي، شلونك؟ السلام عليكم. الله يسلمك. خلص صباح النور. الله يسلمك. والله اني طالب من كركوك جاي اقدم خارج على اساس هنا مناشده للوزاره عبر قناتكم الموقره. يعني صار لنا ثلاث سنوات بكركوك ماكو امتحان خارجي للولد سادس الاعدادي. على مود شنو انا اقول لك؟ قبل 3 سنوات صارت غش جماعي بالامتحانات. فعلى مود هذا صارت هسه 3 سنوات صارت عندنا بكركوك امتحان خارجي سادس الاعدادي للولد فقط ماكو. انا هسه اليوم طلعت من الفجر طالع جاي لبغداد. اجيت هسه هذا ابو التربيه ابو الصف الثاني يقول لي ماكو هنا، ما جاينا معلومات بعده. يعني زين 3 سنوات انا شنو ذنبي يعني اتعذب هالعذاب؟
ويعني يصير محروم من الامتحانات من حقي. يعني ناشد مناشده ابويه للوزاره بلكي تفتحون هذا الامتحان هالسنه ونقدر نمتحن بمحافظتنا. شلون كركوك؟ والله الحمد لله زين ان شاء الله، تحسن ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. والله الخدمات نوعا ما تغيرت، صارت احسن ان شاء الله، ويوم بيوم ان شاء الله عبر منظمات الدول المجتمعيه والمنظمات التطوعيه، عندنا فرقه تطوعيه نشتغل فيه ان شاء الله، وشهاده تقديم مباشر ومستمر ان شاء الله. بس هذا المناشده يعني ناكد عليه الجناب الوزير، رئاسه الوزراء، البرلمانيين اللي انتخبناهم، رحنا لهم للانتخابات، صارت مظاهرات وما ادري ايش كذا وكذا، شهر ظلينا بالشارع، خاصه الكل يضرب اوضاع كركوك. يعني احنا نريد بس هذا الشغل البسيط، بس يفتحون امتحان الخارجي للورد مفتوح للبنات، للبنات اكو هسه بس سادس الادب والعلم، وماكو بكركوك للولد. بلكي توصل صوتنا للوزاره ويفتحون هذا. شكرا لكم. يا رب يا رب والله، وهو الله يسلمك. مشكور مشكور مشكور. تعال حبيبي، شنو هاي؟ هلا حبيبي، شلونك؟ عين شلونك؟ زين، شو صحتك؟ انا عقد موظف بوزاره الكهرباء. ما ثبتوكم؟ لا مو شغله ما ثبتوني، من سنوات انا عقد. فالمهم عندي الحجيه شويه تعبانه مريضه، طلعناها التركية. فالمهم من طلعناها التركية غبت فصلونا رأسة، اي فصلونا رأسة. ف من فصلوني رد ارجع، قالوا انت عقد ما يصير. يابا شلونك؟ عندي خدمة 8 سنوات وهواية، رجعوني ما ادري شنو. اي ما ايش قد درجتك؟ ها حرفي اول يعني السابعة. السابعة اي. شلون اقدر اساعدك؟ والله يا ريت ترجعوني الكهرباء. خليه هنا، انا راح ناخذها، بس انا موعدك هسه سريعا بينما نجمع اكثر من عدد حتى نتواصل مع الدكتور مصعب المدرس مدير اعلام وزاره الكهرباء، وينسق لنا موعد مع مثلا وكيل الاداري، مثلا مع هذه الصلاحيات حصرا مع معالي الوزير الجديد، حتى ناخذكم ونشوف هو يعني شنو الصلاحيات. لان يعني حرامات على قولتك 8 سنوات. اي والله هي شيء يضيع يعني من العمر. وانا شو خدمتي يعني ما عندي غياب يوم، يعني يوم واحد ردت اجازه ما انطوني اجازه. انا ردت اجازه ما انطوني اجازه، وعندي الحجيه مريضه وتعبانه كل صحه عليها. يلا عندي تقاريرها كلها كامله يعني يعني شلون كيمياوي وتعرف انت. دعينا الله يوفقنا على ان احنا نخدمك. الله والديك، وانا جيتك من هناك. شكرا شكرا. حاضر انا. لا اعطي رقمك اكتب كهرباء. هلا عمو صباح الخير. الله يوفقك، يعطيك العافيه، الله يخليك. من الله والديك. صباح الخير. الله يخليك. يابا عندي طفل. تفضل عمي، تعال عمي احكي لي شو تسوي. اي عندي طفل يتيم ابن شهيد. اي امتحن باربيل. زين. السلام عليكم. وسقط بالماده الكرديه بس، وهو رابع ابتدائي. احنا عندنا ماده كرديه بالمنه؟ ماكو هنا. لا لا ماكو. وين هذا؟ امتحن باربيل. بالشمال. وسقط بس بالماده الكرديه. زين. حولوني الدراسات الكرديه على التقويم والامتحانات هنا. طيب. هنا يقولون احنا ما عندنا ايش تعليمات. انه هذا راسب بالكردي، راسب بالكردي. عاديه يعني هاي الحكومه غير تكون القوانين على كل ابن البصره والشمال وسامره وكربلاء. يعني تعليمات كردستان تختلف لا تتلائم مع تعليمات. قالوا هم نفسهم، قالوا مو بالدراسات الكرديه، قال احنا هاي الماده ملغيه ببغداد. الحل تعطيك كتاب تروح للتقويم والامتحانات يلغوها الي يشيلوه، يعتبر ناجح. يا الله. اي هنا يقولوا لا ما عندنا ايش تعليمات. هاي الشغله بس. اي مخوش. زين. من يا منطقه عمو؟ انا من الكاظميه. الله يحفظك. الله يحفظك. هسه راح ارجع عليهم اخلي ابو الدراسات الكرديه يفهمهم انه شلون هاي الحاله اللي قبلي مشروع. لابد ان هي مثل ايه، لابد ان هي صايره مثلا حاله قبلك عسى ولا اي اي. فاكو شيء تقدرون تساعدونا به لو اطلب؟ عمو انا هاي اول مره اسمع من عندك. شوف هنا شنو يقولوا لك، حتى اذا شفتها صعبه مثلا اغلقت الابواب، يعني مثلا مزاج الموظف اللي تحكي وياه مثلا ما هذا، احنا ممكن نفاتح التربيه شلون ممكن تعليمات. ان شاء الله. حياك الله حبوبي. اهلا استاذ علي، شلونك؟ عيني الله يسلمك، الله يبارك فيك. الحمد لله، الله يسلمك. والله الحمد لله، والله مراجعه هيك عندي، مراجعه بالتربيه. اي يلا. يعني الحمد لله يعني مشت الامور، بس عندي مناشده بصدد الخريجين بشكل عام، ولو هي هاي قضيه يعني
معضله صارت مساله التعيينات. ابني صار له 10 سنوات خريج كليه تربيه رياضيه ولحد الان ما لقى له فرصه عمل، رغم ما انه احنا بالنسبه له هو اخوه شهيد وبيبيته اللي هي والدتي ايضا نفس الشيء شهيده. فاحنا ردنا يعني اذا بيها مجال يعني مثلا حسب يعني ما معناه يعني انه اذا بيها مجال شغله التعيينات او ما من هذا الباب يعني لا اكثر ولا اقل. شكرا شكرا جزيلا. الاخ هنا يعني اكو صدق امتعاض من قبل المواطنين في بعض الاحيان، يعني المواطنين يقول لك ان احنا لما نطرح مشكله نتمنى ان نلاقي الاستجابه. فعلا يعني مثلا من كم برلماني اعترض على مثلا ايقاف بدل الايجار لقيمه 3 ملايين، كانت هنالك استجابه سريعه وفعاله ومطالبه، ويعتبر من حق الحكومه التشريعيه ويجب تنفيذ متطلباتهم. زين هذا ابو الحكومه التشريعيه نفسه اللي هو كانت 90% من الدعايه الانتخابيه لممثلينا في مجلس النواب كانت قراراتهم وكان كلامهم بان يتبرعون برواتبهم بالاشهر الاولى من اجل بناء مستشفيات ومجمعات سكنيه، هذا ما سمعناه واللي ما يتجوله. لكن بعد ما اصبح عضو برلمان للاسف بالعكس انه بضل يطلب بدل ايجار. اسمعك تقول عمو الكلام ما بي جدوى. استاذنا العزيز احنا صارنا من 2003 لحد الان نحكي ما لسانه يبس. بس انت شفت لما طالبوا ببدل ايجار بسرعه تنفذت لهم؟ هاي عادي هاي مالتهم. قابل للمواطن الفقير اللي مشروع قلبه لا كهرباء لا ماي لا امان لا خدمه لا كل شيء. من طاح حظ هيك بلد اللي علوان ثاني يعطوني سقط الجنسيه واي دوله اروح اخذ جهالي واطلع امانه. انت وصل بينا الحال يعني انا لان ماكو شيء عاين خدمه ماكو فلوس ماكو شغل ماكو كل شيء ماكو. شنو عايش؟ عايشين احنا شنو بس ناكل نشرب مثل الحيوانات؟ والحل؟ والله الحل بعد من رب العالمين. الحل اما يشيلهم كلهم او يشيلنا كليتنا وشكرا. والله مشكور. من وين رايح؟ وين رايح؟ والله دا اروح اتقدم خارجي لابني صار 4 سنين كل ما يمتحن. وهي ما لها علاقه الحكومه هو كسلان. لا مو كسلان ان شاء الله يمه. كل ما كل شو اسمه اول شيء هم لو يشمروا فد مكان يجون مركز امتحان يدخلون عليه الميليشيات يعتبروا خش يكتبون بيا خطيه ولا لا بها ولا عليها. وايه كل سنه احنا نقدم لخارج والله كريم. حياك الله عم يلا بالتوفيق ان شاء الله بالتوفيق. هلا حبيبي شلونك؟ شلونك استاذ؟ زين ان شاء الله استاذ. بس انت شلونك؟ هنا والله استاذ جيت انتم خارج استاذ. عجب وين كنت؟ والله ظروف شترسب والعام تركت عند ظروف مباشره. العام تركت عند ظروف استاذ وهسه جيت اقدم. وكملت اجراءاتك؟ لا هسه انطوني واقع حال راح مني العصر من المدرسه ماتي وباشر اجيهم ان شاء الله. يا رب الله يوفقك. سادس لو ثالث؟ لا استاذ ثالث ان شاء الله. ثالث يلا بالتوفيق. تكمل تروح معهد لو تروح اعداديه؟ ورا الثالث الثاني اموري تعبان اريد بس اخر مات ثلاث اتعين ورا التعيين ورا كم سنه اما اقدم خارج ثالث اعدادي وهاي. الله يعينك اخوي الله يعينك. الله شلونك حبيبي؟ شلونك زين؟ طيب الله يخليك. يابا انا ذيك المره جيت بالمرور مال الحسينيه حكيت وياك وهاي تعبنا وكل شيء ماك. شنو عندك؟ صار لي شهرين سياره ما محولها. اروح ابصم واكمل يرجع يقول النظام يعني قال الاوراق مالتك ما توصل. زين شلون انا اظل بهاي الحاله وكل ساعه تبدل استماره والاستماره ذول استغلاليين برا. زين كل ساعه كل ما تبدل استماره 10 10 10. زين ادري هو ابو التاكسي منين يجيب وينطيهم ويجيب وينطيهم. زين نوبه يطلع لك اذا سنويه ساقطه يجيك هاي مال جسور اذا تغسل تاير بالشارع يقول لك تعال عليك غرامه. ادري زين هو التاير شنو؟ زين ما حد لازم يغسل؟ ما حد يغسل لازم؟ يعني شلون نظل بهاي الحيره؟ وانا هاي البصمه بالقران 5 استماره اعيدها ابصم انا والولد وارجع اعيد استماره. عموما حبيبي هذا رقم العميد علي مدير مرور الحسينيه. اخذه تخابره ويقوم لك بالواجب الرجل متعاون. تقول له احنا من طرف برنامج كلام الناس الشرقيه علي الخالدي وما يقصر الرجال وندعي انه وياك هو انسان محترم وتروح لباكر. قلت لك بالقران يعني لو ما تعبت هيك يعني تعبت يعني شايف لك واحد يعيد استماره ويرجع يلزم سره.
يعطينه وين؟ وكل استماره تدفع وكل استماره عيد في اشتراك. يعني خمس استماره يمكن بس البارحه طالع من 7 الصبح للخمسة العصر بالقران ما مبصر. من ورا السيره يعني لازمينه يجيك يقول لك النظام واقف. مشكور مشكور مشكور. خابره خابره. هلا. السلام عليكم. بس اكو مشكله صغيره. بس هسه انا اشتغل تاكسي. يعني هم اشتغل تاكسي. تعال هنا تعال خلينا نسالك. يعني هسه اغلبيتهم بس الموظفين هو سيارته خصوصي ويشتغل تاكسي. بس على مود هاي المشكله. يعني هو الشارع هو ازدحامات. النفق ساعتين يلا تطلع منه. اي هاي مشكله فعلا. هو عنده وظيفه ويشتغل وناس اكو ناس عنده شهاده بس ما عندها وظيفه ويشتغل تاكسي على مود. يشتغل الصبح بالدوام والعصر بالتاكسي. واحنا لاحقنا اللي والله العظيم ما تطلع لك 7000 8000 باليوم. كثرة السيارات والخصوص صار التاكسي. ايه ايه شفت شي معود شفت. انت من اي منطقة حبيبي؟ من الكمالية. اه الله يعينك. كم خدماتكم شوية؟ تعبانة كلش. يعني هسه اذا شوية هيك غيمت غرقنا بعد ما ماطرة. الله يعينكم حبيبي. ها حجية شلونك حبوبي؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك. مرتين جيتك، مرة باب المعظم ومرة بساحة 55. شنو عندها الحجية؟ شنو عندها؟ شهداء ما حسبوهم شهداء. واحد من ولدي وقع صاروخ يمنه، وكنا قاعدين انا وياه وخواته. طلعنا احنا رجعنا البيت هو ما رجع. زين انت هسه تردين بالمؤسسة الشهداء؟ ما عندي لا عندي معيل. انا بشوف ايدي خالتك. يعطوكم راتب؟ حسبونا مال واحد 630,000. والثاني؟ لا ما حسبوهم. والله ما اعرف. وقاعد اعتبره شهيد؟ لا ما اعتبرهم ذولاك شهداء. وبعدين انا عندكم دليل انه هو شهيد؟ هذا اللي وقع صاروخ علينا؟ لا ما عندنا اي دليل. طلع يعني قاعدين احنا كنا قاعدين وطلع طلعنا هو ما رجع. شلون ممكن اساعدك بهذا الموضوع؟ انا تساعدني اريد مساعده. يعني انا لا عندي بيت لا عندي بنات اثنين وانا مريضه عندي فشل كلوي. وقلت لك انا طلعت من الغسل وجيتك تتذكر؟ وهسه اناشد الخيرين واناشد بعد مليت من المناشدات. اناشد نصير شمه اللي البارحه فتح 5 ساحات ببغداد. اناشده واناشد كل فنان طيب ويقول هاي خالتي او امي او اختي. عندي عندي بنات اثنين يساعدوني لله. صدق فلاش ما عندي، غساله ما عندي. معنى خليتي ببالك يعني الاستاذ نصير شمه؟ والله البارحه طلع، بس البارحه طلع ببغداد فتح الساحه الخامسه وانا اتابعه دائما ولهذا السبب ناشدته. نعم فعلا يعني نعم هي الاهتمام بجمالية بغداد شيء جميل وضروري، وبارك الله بمن يجتهد من هذا المنطلق لألق بغداد فعلا. ولكن معاناة الناس يعني كبيرة والله يعينك يا حجية. والله صدق تعال شوف بيتي، يعني غرفة وهال قاعدة 400 وبالقوة ندبرهن بالقوة. فراش ما عندي اشتري لأن ادفع أجار. الله يعينك حبوبي الله يعينك. خالة خلي رقمك هنا، واي واحد يستجيب انه يتصل بينا يشوفك احنا راح نخابرك. اي واحد يتصل بينا فورا وارجف. صدق ما عندي قابليه اوقف. لا احنا ولدك، احنا اهل وهذا بيتكم واحنا نسمع صوتكم ابدا. قلبي فدوى لعينك. الله يخليك تسلم عيونك. عمو تعال هنا عن الطريق. السلام عليكم. انا بالنسبه عندي انا من قياده قوات الحدود طلعت تقاعد، بس التقاعد حشاك زفت. صح. ليش؟ ايه احنا بالنسبه لنا احنا كنت انا هسه درجه رابعه، انا كان اطلع اولى. بس من كان شو اسمه وزير الدفاع وزير الداخليه هذا شو اسمه من وياي سيد قاسم العرجي؟ لا البالون قبل البالون. السيد سولاغ؟ لا ورا الاسدي. سيد ما صار وزير، هو وكيل. ايه وانما احنا درجاتنا اولى، ليش كردستان صار اول؟ اولى كلهم مفوضين، احنا بقينا للاسفل السافلين. هاي معاناه الناس التمييز. احنا هسه خول القانون لو يمشي خليهم اولى وبالعافيه، بس احنا هم نريد. بس احنا ليش احنا؟ معناته انا خدمتي 45 سنه فعليه، ضافوا لي 15 سنه صار 60. وشنو الفائده؟ راتبي 1,300,000، لازم هسه انا هسه اخذ ازيد من 1,300,000. يقطعوا من عندي، اخذوا 3 ملايين وكسر اخذوا من عندي. والله شنو ضافوا لي خدمه؟ وانا لحد الان انا صاحب عائله وهاي، شنو 1,300,000؟ خدمتي 60 سنه. والله مع الاسف والله خدمتي 60. ما شاء الله.
اي وشنو الفايده؟ مليون و300 شهره كل شهره لازم هسه انا مليون و600 مليون و800 راتبي ارجع لي ورا. عمو البارحه كنت اقرا بالصدفه إيه؟ القرارات للبلدان المتطوره إيه؟ كيفيه التعامل مع نهايه الخدمه. اي نعم صحيح. من تنتهي الخدمه شنو يقدموا لك؟ مكافاه. اي نعم هم اخذوا 5 ملايين من المكافاه. انا خدمه كامله إيه؟ الراتب يكون عالي جدا وفاء لما قدمته، خصوصا انت 60 سنه المفروض المدلل. اي نعم بس هذا اي صحيح. ثالثا توفير الامور الصحيه والخدمه الصحيه والعلاج وانت في دارك. صحيح هذا صحيح. وينه؟ اربعه يصل الراتب الى بيتك وانت في يعني جالس يجي لك الراتب بالبلدان. احنا وين احنا هسه؟ مع الاسف اشوف التقاعد هو متقاعد، رجال تعبان، رجال كبير، امراه كبيره حاطين له درج وما يقدر يصعد ويا صعوبته ويا وصوله ونزوله يعني مشكله. شكرا عمو. هلو. شكرا عمو. هسه شنو اكو شيء؟ هذا قرار يعني هذا مو بيدي وبيدك يعني هذا قرار واجتهاد ويعني يعني مو بيدنا هذا. تعي اختي هسه تجي امه هسه لا تطلعش بلا زحمه عليك. احنا طلاب الخارجي يعني احنا نقدم ثالث. احنا اصلا معاناتنا وظروفنا صعبه اللي تركنا الدراسه اجينا نقدم احنا ثالث خارجي ننتظر لازم 4 سنوات يلا نقدم سادس. زين مستقبلنا احنا بهيك حاله راح يضيع. اللي عمره 20 سنه انا عمري 20 سنه راح اقدم ثالث انتظر 4 سنوات يصير عمري 24 يلا اخذ ما السادس. زين هاي شلون يعني؟ كانت قبل سنتين وهسه بيها استثناء. اكو طلاب يقولون شنو هذا الحكي؟ احنا ندفع رشاوي ونطب يقدمون السنه اللي وراها يقدمون سادس واحنا شنو يعني؟ يعني ناس هيك حقنا يروح لهم ما عندنا واسطات؟ حتى حرام يعني. هذه لجنه التربيه والتعليم النيابيه لازم تهتم بهذا. والله يعني صوتنا يوصل لهم 4 سنين ترى هوايه انه احنا ننتظر 4 سنوات يلا نقدم سادس وخطيه اكو ابتدائيه ينتظر 4 سنين يقدم ثالث وينتظر 4 سنين وراها يلا يقدم سادس. صح لو غلط؟ يصير العمر كبير بعدين لازم يكمل كليه. اثق بالله احنا ترى من ظروفنا والله العظيم ظروف خطف كانت بوقتنا وكنا ما نقدر نداوم وظروف انه احنا ما نقدر اهلنا يخافون علينا وتفجيرات وما ادري شنو فاحنا تركنا الدراسه. عزيزه انا دائما اذكرها معاناه الطالب العراقي تختلف عن اي معاناه طالب في العالم. خطف صارت عندنا معارك داخليه، صار عندنا احتلال، صار عندنا هجمات، صار عندنا نفوذ مسلح، وبالإضافة إلى الفقر والمنهج التعليمي وصعوبة التنقل بسبب الازدحامات. فهذه القرارات يجب أن تكون متعاونة مع الطالب. يعني ندفع فلوس مو يردون 50 للمتوسطة و100 للإعدادية ندفع لهم 200 بس خلي يخلونا ثاني سنة نقدم. يعني هسه أختي خطية ناجحة وذيك السنة وقاعدة بالبيت. هذا احنا راح نحاكي الأخوة بمجلس النواب باللجنة التربية والتعليم. اي طالما اكو استثناء للعلاقات والمحسوبيه والمنسوبيه لازم تكون هي عامه للجميع. اي والله اتمنى من حضراتكم ان توصلون صوتي. شكرا اختي بارك الله بيك. هلا يمه شلون؟ انا شفتك عبرتي بالسياره. اي لان انا قلبي نار من التربيه ومن المدارس وترى لا تدريس ولا تعليم ولا اول ولا ثاني انتهى من قبل. يعني انا عندي ولد 2 ظروفي على قدي. انا اشتري كتب لعد وزير التربيه شو يسوي؟ لعد المديريات مال التربيه شو تسوي؟ المدرسة تقول لك روح اشتري الكتاب. أروح للكتاب اشتري ب 25 ألف. زين المدرس ما يدرس من يسأل طالب يقول له تعالي للمعهد. عمي المدراء مال المدارس كلها فاتحة معاهد أهلية منين نجيب؟ منين نجيب؟ أنا قاعدة إيجار يعني إلا الواحد يسقط إلا المرء يسقط يلا يقدر يوصل ولده. هاي وحدة. من تجي العفو من تجي تراجع التربيات وما عندك واسطة والله 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 تبكي على حال الناس الفقرة. أنا من الناس جيت بواسطة. أنا من الناس أحكيك إياها مو جيت بواسطة قدرت أوصل بس من أباوع وراي ناس حالتهم والله رجعت للبيت قلت لأبوهم قلت لك أنا عندي واسطة ورحت سهلوا لي ذول الناس اللي قاعدة بالشارع شنو؟ ليش أعطي مبدأ الواسطات؟ أنا من الناس احتقرت نفسي لأن أنا مواطنة حالي حالهم ووضعي على قدي وامكانيتي على قدي، لا اقدر ابوق ولا عندي دفاتر افوت بها مدارس اهليه. زين؟
فالكتب قل له يا وزير التربية من تطبعون مناهج جديدة غير توفروها مو؟ لو الطالب يروح يشتريها 7000 دينار كذا 7000 بالمتنبي لقيتها ب 25 الله شاهد ورقيب بالمتنبي لقيتها ب 25 يقول لك روح ما عندك تشتري ب 25 روح المكتبة الفلان تلقيه مطبوع الكتاب النسخة الوحدة ب 11000 احسبهن هم تطلع 25 زين وين نروح وش نسوي هذا جانب اما جانب السلوكيات اللي بالمدارس والمدرس يوقف حاشا من اقول ببجه يا زمال يقوم يحل المساله ليش احنا ولدنا مو زمايل بس ماكو الظروف اللي هيئت لهم اياه هذا ما اعرف اجباري على ان انت تعال روح لمدارس اهليه هذا اجباري ان يقولون اتركوا اولادكم خلي يتركون المدرسه ما لا ماكو طبعا هم مدارس متوسطه اكو اسمه ارشاد تربوي هم بعمر مراهقه اكو عندنا دين وعندنا قيم وعندنا مبادئ يعني ترى ما ياثر على المدير ابو الاسلاميه من العفو الاستاذ ابو الاسلاميه من 10 دقائق يعتبرهم ولده وينبههم مو ماكو واحد جاي كملان وماكو واحد بس من يجي مدرس يقول له قوم ابن الكذا فدول عينك شوفي يما انا اول شيء اشكرك رحم الله والديك لعده اشياء اولا لانك انت اجيتي شخصتي اشياء فعلا هي متواجده بيناتنا ثانيا اعترافك ان انت تمتعتي بوسيط حتى توصلين ولكن انت عندك روحك هذه انا رحت والباقي خطيه ترى بالبيبان والله والله بشوبك الشباب كان موضوع اسمه الاستضافه زين تعطي مجال انطي فرصه انت اعرف ظروفه وبعدين شو تريد تسوي بيه سوي مشكوره يما شكرا شكرا يما على سؤالها انا حراس بالتربيه الرساله الثانيه من 2002 وبيا لي هسه اعرف المدارس كلها سايق تاكسي وكل مدرس وكل معلم اعرفه المعلم يقول للطالب تدخل وياي خصوصي انا اجحك ما تدخل وياي خصوصي ما نجحك اعرف ايش قد ناس كلها حتى مدارس كلهم هذول كلهم ما شافرستي كلها اعرفها تدخل خصوصي يمي مساومة الاستاذ مع الطالب كل بس الزين يمكن واحد اثنين كل مدرسه بيها اثنين واحد الباقي كله كذب هاي كله اشتروا سيارات هاي التربيه صارت ثانيه اعرف من المدير الجوه مين جابوا السيارات انا مزمر صدام كلهم فقور هسه موظفين كل واحد سيارته عنده موظفين تبي انا ما احش انا الاستاذ مشكور حبوبي مشكور كلها نقريه شنو يعني نقريه؟ تبوك نقريه يعني تبوك اوكي مشكور عفوا استاذ هلا حبيبي هلا حبيبي السلام عليكم تعي يمه هنا انا تعي انا شايفك اي طبعا وين؟ التقينا من كانت جلسه مجلس النواب بالانتخابات جت صورت شرف اي صحيح شرف الله يسلمك اهلا وسهلا والله ان شاء الله بخير عندك مراجعه هنا؟ لا والله عندي يعني اقاربنا وفتت من هنا ادعي ازورهم شلون تشوفين الوضع وشنو الاخبار؟ والله الوضع زين والاخبار زين بالنسبه اعلق على تعليقاتهم على الدراسه الخصوصيه في بدايه الكلام اوجه الشكر الجزيل للاستاذ قاسم العقيلي مدير تربيه الرصافه الثانيه بالنسبه تقول لك موضوع الاستضافه الاستضافه سووها شهر ونص صح لو لا بعد ايش قد يعطوها للطالب يعني شهر ونص يعني بداوا يمتحنون شو تريد يسووها شهرين او ثلاثة اشهر شيء ثاني الاخ علق على طلاب الدراسه الخصوصيه انا هسه بنت اخويا بصف سادس دا تاخذ 90 و80 بدون طالب مراعاه الاهل والبيت المدرس ما يجبر الطالب على الخصوصي اذا كان شاطر شنو وظيفتك استاذه هاني انا اداريه وين على مديريه تربيه الرصافه الثانيه الله يخليك فقلت لك احنا من نرجع نحكي على الطالب او نرجع على لا شوفي هي العلاقه مشتركه والعتب والاشياء حتى نكون منصفين مع يعني كلاهما ولكن لا يعني نكون مبالغه ان احنا مستوى التعليمي مو مسؤول ليش؟ ليش مو هذه القرارات مستفزه مثلا الكتب ما ينطوها، البنى التحتيه في المدارس غير 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 لائقه، اعداد الصفوف لا تستوعب الطالب كل هذه الاشياء يعني تؤخذ بعين الاعتبار بس احنا نقدر احنا نصنعها يعني انت ابنك احنا نبني مدرسه يعني انت ابنك بالمدرسه اذا انت ساهم وانا ساهم وغيري اشتري لك كتب انا يعني ما يصير
لا هي طبعا ما يصير هذا الشيء. يشترون احنا الراعي ظروف البلد، الراعي ظروف المديريات، يعني تتصور اذا المديريه بها كتب تضمها ما توزعها للطلاب؟ لا لا طبعا اي فاحنا من نخلي حيازنا على المديريات او على مدير الرصافه؟ مدير هسه الرصافه الثانيه استاذ قاسم العقيلي. تحياتنا له، انقلي تحياتنا له. تحب تشرفه؟ الله يخليك. شكرا. والله احنا نعتز وحبينا يعني نلتقي حتى نوصل هاي اصوات الناس لجنابكم في داخل الدائره. وبالتالي شكرا جزيلا وتحياتنا لكم، والله يقويكم لخدمه الناس، هذا اللي نريده. الله يخليك، واذا تحب تشرف تسوي وياه لقاء اهلا وسهلا. نجي في يوم ان شاء الله. اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام حلقتنا، فعلا احنا ننقل معاناه الناس صوتهم. بالتالي ننتظر الاستجابة لتحقيقها. ما كانت الأمنيات صعبة جدا، كل متطلبات الناس هي بسيطة جدا جدا جدا، مثلا توفير طباعة الكتب مستلزماتها، هذا الاختناق المروري، مطالبات الناس للحكومة الجديدة بتسهيل هاي أمه. باختصار خلص الوقت. أنا عندي استضافة لابني، ابني صف أول متوسط، المسائية بعيدة علي، راتب ما عندي، ويوميه كروته 5000 دينار. الاستضافه فاتحينها ما ادري شان، عندي ظرف، عندي مريض، وعندي عمليه وشغله هيك، جيت هسه واحد يذبني على الثاني. زين يعني خلص انسدت الاستضافه؟ انا حاله خاصه يعني. ها؟ بها استثناء مثلا نقدر نساعد الاستاذ؟ العفو استاذ، قطه تم هو استداء مالتها يوم 10 بالشهر، مددوها 3 ايام ايضا، فوق الشهر ونص 3 ايام. هسه بعدها لو انتهت؟ لا هسه حاليا انتهت. يعني ما نقدر نساعد الحجيه؟ والله اني انقل صوتك وخليك تتفضل على ست عفاف اذا بها مجال. قالوا لي اليوم مجازه وما تجي. عندها دوره ست عفاف، عندها دوره خارج. منو بديل عنها؟ استاذ اسعد. ناخذها ويانا، يا ريت تاخذيها. يا ريت يعني تسوي لي انا 5000 وانا. ما تعرفتي باسمك استاذه؟ ست نبراس الشمالي. والنائبه ست نبراس. الست نبراس متعاونه وامراه يعني محبه للبرنامج وشرفتنا اليوم. اتمنى يعني تساعديها قدر المستطاع. زين ست اسمحي لي، شهر ونص يعني، هل شهر ونص؟ انا بالابتدائيه المتوسطه اللي بسد الابتدائيه سالت المدير قال لي ماكو استضافه، قطعت امل. غير هسه من الطلبه ابني سامع جي قال لي كسل، كسل صار، كسل تعجيز. انا بقريه. انا انت ليش تعتمدين على المدير؟ اعتمدي على نفسك وتعالي وشوفي. قريه ومسافه يوميه تقريبا 3 كيلوات اطلع على الشارع العام انتظره الساعه بالسبعه بالليل. والله اني من خلالك اقدر عادي. شكرا جزيلا. هسه الاستاذه نبراس راح تاخذك وياها، عسى ولا علي يا رب، عسى ولا علي نكون احنا سبب يا ربي. مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. كنا وإياكم مباشر على الهواء من شارع فلسطين قرب تربية الرصافة الثانية، وهذه معاناة الناس. ألتقي بكم بحلقات قادمة على حب الله والوطن.